صح شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديثنا قياس. الطموح للإنسان حاجة باهية، وكل واحد يتمنى أنه يكون خير، وكل واحد ماذا به يكون وضعه المالي والاجتماعي يزكي السدس والعشر. وهذا كما قلت لكم طموح الإنسان اللي أكيد عنده فيه الحق. أما يبقى السؤال، كيفاش الشخص هذا اللي يصير ويتصور ويكبر، كيفاش ينجم يوصل، وكيفاش ينجم يحقق أحلامه ويعيش آماله، يمشي خطوة خطوة وإلا ياخذ الخطر ويعمل تنجيزة بمية خطوة ويشوف إيش مش يعطيه ربي. الخيارات برشا، وتبقى النتائج برشا زادة، وما ثم شيء مضمون وما ثم شيء معروف، واللي يحاول يطير ينجم ينجح ويصير، وينجم تتكسر جوانحه زادة لا سمح الله ويرجع صغير. على كل، خلينا الساعة وقبل كل شيء نتبع حكايتنا لليلة ونرجع بعدها ونكمل حديثنا. أهلا منير، شنو أحوالك؟ لاباس؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، تفضل. سيدي ربي. أشنو؟ شنو أحوالك؟ باش تعمل سكارة صغيرة؟ كي قهوة؟ يا باهي. تعبت شوية قلت تعمل تعمل بحذايا قهوة معايا. الله يبارك. وسيم. نعم. هات قهوة كب صغيرة، هات. زوز. شو زوز؟ زوز قهوة؟ لا، زوز سكر. زوز سكر أي. أيوا. شنو أحوالك؟ الحمد لله. شحال الخدمة؟ ها؟ إلا الخدمة عايشك يا عمر. إلا الخدمة. أها. شبيك لاباس؟ فديت، راني فديت. اه، يظلي امورك ما هياش. ها، شنو ما هياش؟ تما تعرف اني ميت من نسقط بعضي حتى طرف. كيفاش راه؟ ماني عندي مده ملي قررت باش معاش نخدم هالكورسات الصغار. اي، على خاطر هالكورسات الصغار يجيبوا كان التعب. ايوا، وفلوسهم حاله. وانتوما الشباب تلوجوا على الربح الزايد. ايوا بالله. يا عم علي كل اما خير، ضربتين وثلاثه كورسات كبار فوحي. فوحين. ايوه، وفلوس باهين. أيوة. اما خير ولا نقعد ندور على 20 و40 و50 كرسي صغيره ومنصور منها كان تكسير الراس والعصب. اي باهي، مالاش لي مشكل. تيك هو ماني خرجت حسبت ربي، قعدت نلوج على كرسي كبيره. درت البلاد الكل. سفاقس كل درتها اثنيه اثنيه. اي، ودار دار. اي، حومه حومه. اي، بالاخر ايش وصلت لك يا سيدي؟ اللي قابلني عنده كورس صغير نقول له كلمة العادة. يا كمل. يا مروح. هتعرف. نعرف لغتكم، نعرف لغتكم. انت هو هيك هي الخدمة يا عمري. اي. قعدتش ندور ندور ندور. وصلت في بلايصة ولقيت كورسة عسل. الله. يا باهي، هاك صبرت صبرت ونلت. شنو نلت يا عمري؟ شنو نلت؟ اه. يا سيدي طلعت لك اليوم منا، دورت المفتاح وهاك الكرهبة تقول لي هيك حد فلوسك. شو؟ الجازوفة. هي دورت هيسانس؟ القطرة ربي ما عنديش. هاي ريت كيفاش؟ يا عاد عندك شي دبوسة؟ مشيت لأقرب كيوسك جبت شوية سانس. منين نعبي يا عم علي؟ ماني قلت لك نهار كامل ما دخلت حتى فرنك. هاي ريت كيفاش يا منيرة؟ لو كان رضيت من الكرسي الصغيرة تجيك الكرسي الكبيرة وتلمد القصيم لاباس بيه. مش في اخر لحظة خسرت كل شيء، لا صورت الكرسي الصغيرة ولا ربحت الكرسي الكبيرة. ريت اكو كما يقولوها، اللي يحب الكل يا كبدي يخسر الكل. حتى انا قلت شعفة يا داوك، خير ما زلت نعاود. يا سيدي، شفنا شنو اللي صار لصاحب التاكسي كي اختار انه ما يخدم كان الكورسات الكبار على خاطر فيهم المسوار، وبعد على الكورسات الصغار على خاطر مربوحهم شويه. اللي صار انه وقت اللي جا باش يخدم الكورسه الباهيه لقى كرهبته فارغه من الليسانس، وما عندوش فلوس باش يعمرها ويخدم بيها. واحنا حديثنا قياس على اللي يحب يوصل ويكبر وهو يحرق في المراحل وينسى انه هيك الخدمه الجويده واللي تشد اليد والوقت واللي ساعات فيها برشة تعب، هيك هي اللي تضمن الاستمرارية، وهيك اللي تعمل الإنسان نوع من الحماية، وهذيك هي اللي تخليه يوصل ويحقق طموحاته الكبيرة والواسعة في أنه يكون خير ولا بأس عليه بين أهله وماليه.
مخ الهدرة الواحد منا ما لازموش يحقر حتى مورد من موارد الرزق ليه مهما كان صغير وبسيط، والطموح ما لازموش يتحول لطمع أعمى في هالدنيا، لأنه ثنية الطمع ديما تهزل الندم والخسارة في الدنيا والآخرة، ولأنه الطمع يقص لك جوانحك على بكري وتلقى روحك بين الحجر مكسر، يهزك لثنية الحرام باش تربح بزايد فرنك، وكيما كنا نعرفوا عقبة الفلوس الحرام والعياذ بالله. والحصيل ربي إن شاء الله يحقق لكل واحد فينا أحلامه وآماله، وربي يعطي كل واحد على قد قلبه ونيته وخدمته زادة، وبإذن الله من سار على الدرب وصل. وذكروا ديما أنه اللي يوصل لأي موقع وإلا مكانة أنت تحلم بيها راهو تنجم حتى أنت توصل لها وتكون فيها. اثني الركبة واخدم على روحك واطلع السلوم درجة درجة، تلقى روحك وين تحب وتتمنى إن شاء الله. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة لينا إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. على خير وليلتكم زينة.